اليوم معنا يعني ايضا حاله ابداعيه جدا رائعه لمبادره مبادره هيلث نيوتريشن اللي اشتركت في مسابقه كانت عربيه واحتلت المركز الاول لافضل الاعمال التطوعيه، والمسابقه كانت قلاده الامير محمد بن فهد العالميه للاعمال التطوعيه في نسختها الثالثه. لحديث اكثر معنا مؤسس هذه المبادرة وأيضا هو أخصائي تغذية، معنا ضياء حق علامات. بدنا نصبح عليك أيضا، صباح الخير، يعطيك ألف عافية. صباحك يا رب، والله يسعد أوقاتكم جميعا يا رب. بحب أشكر القناة على استضافتكم الحلوة الجميلة بهذا البرنامج يوم جديد. أهلا وسهلا فيك. الله يرحمك. خلينا بالبداية نعرف المشاهدين عن هالمبادرة. هاي المبادرة أنه أنا أطلقتها في شهر 7، هي أصلا كانت موجودة من قبل شهر 7، هدفها أنه إحنا نصلح المعتقدات الخاطئة اللي عم تواجد للأسف كثرة. للأسف إحنا صرنا في مجتمعات عندهم فقر في التوعية في موضوع الصحة، فأنا وجدت هاي المبادرة حتى أنا أساعد الفئات المختلفة، الفئات الفقيرة والغنية في المجتمع العربي. نعم، يعني جميل جدا. وبالحديث عن هذا المجال، أنت أخصائي تغذية وكانت يعني المبادرة ضمن اختصاصك بشكل أو بآخر. نتحدث عن أثرها، يعني أثر هذه المبادرة على الواقع الإيجابي حتى احتلت مركز أول في مسابقة عالمية. أستاذ هلا، إحنا لله الحمد من خلال البرنامج، من خلال نحكي المبادرة، قدمت عدة برامج وأفكار، ونحكي أيضا خدمات. من الخدمات اللي عم بقدمها هي الاستشارات، برامج أنظمة متابعة. نحكي كمان عم بقدم فقرات هيلث نيوتريشن كبرامج. أيضا نحكي قدمنا أيضا برنامج أنيميشن مخصص للأطفال. حلو، تمام. حتى الآن إحنا ساعدنا ما يقعادل 22,000 شخص من مختلف الجنسيات العربية، وما زلنا عم نقدم هاي الخدمات. طيب ضياء، أنت حكيت بالبداية أنه سبب وجود هالمبادرة أخطاء عم بتصير من الأشخاص بحق صحتهم. صحيح. شو أبرز هالأخطاء اللي كانت عم بتصير؟ يعني مثلا اتباعهم دايت معين، دايت مؤذي للجسم. بصراحة كثير عم بشوف على الصفحة، على الرسائل الصفحة، أنه إشي اسمه رجيم مي والتفاحة والخل، ما بعرف من وين جايبين إشي هذا المفهوم. رجيم قاسي. رجيم قاسي ومش صحي. لازم يكون بالضبط، لازم يكون متكامل في العناصر الغذائية. إذا ما كان صحي ومتكامل في جميع العناصر الغذائية فهو غير صحي. فأنت كنت عم بتقدم لهم التوعية بهالمجال. عم بعمل التوعية وعم بحكي لهم يا أخوان، ما بدكم هاي الرجيمات، تعالوا عنا إحنا بنعطيكم الإشي اللي بدكم إياه ومجاني طبعا. وكل هذا الشيء يعني ما بدنا إشي، بس إنه هدفنا إنه نساعدكم بس. صح. جميل. نعم. طيب ضياء، بنتحدث عن المسابقة، كيف عرفتوا عنها؟ كيف شاركتوا فيها؟ يعني هذه خطوة كانت كبيرة كمسابقة معروفة ومسابقة عالمية تدخل فيها وتحصل على مركز أول. صحيح. كيف عرفت عنها؟ أستاذ، أنا من النوع اللي بحب أتابع المبادرات والأعمال التطوعية. حلو. فحتى أنا يعني أنا شخص متطوع من قبل مؤسسة الحسين السرطان من قبل 4 سنوات. جميل جدا. فمهتم بهيك أعمال التطوعية، فلله الحمد إحنا يعني نتعلم من جلالة الملك عبد الله نحمل راية العطاء. فلازم نكون مبادرين في فعل الخير. فزي ما بتعرفوا صار التطوع ثقافة مجتمعية سائدة. المجتمعات المتحضرة لا بد يكون في أي مجتمع، بدون تطوع هو مجتمع بلا حضارة، فالتطوع صار شيء أساسي. حلو. طيب ضياء، أنت أخذت المركز الأول، كم مبادرة كانت مشاركة بهالمسابقة؟ بصراحة كثير، يمكن فوق 180 شخص. نعم. فمش بس على المستوى الوطن العربي، لا، على المستوى العالم. العالمي. نعم. فأنا جدا أنا كنت متوقع رح أكون فائز من بالمراتب يعني بالمسابقة. وكنت لأني أنا عارف شو عم بعمل، شو عم بشتغل، فأنا طبقت جزئية معينة من فكرة مشروع أنا راح أنفذها إن شاء الله قريبا بعد فترة، وحبيت أن أقدمها كإشي مجاني للناس. فقدمت هذا الشيء ولله الحمد، أنا لأني عم بحكي لك إنه أنا عم دارس إدارة مشاريع وعم بنفذ دمجت. نعم. بشكل أو بآخر فنفذت إشي كهيكل تنظيمي كشركة، كنظام شركات. نعم. فنظمتها كمبادرة تكون موضحة، فيها نحكي مناصب إدارية، بحيث إنه الشخص إنه إحنا نمسك المبادرة
ما نخربط او تكون مبادره فوضى. في استراتيجيه معينه ماشيين فيها دائما. بالضبط. هلا الشيء الحلو بالمبادره هاي انه احنا كمان عم نهتم بالاشخاص المتطوعين، الناس اللي جايين يتطوعوا معنا عم نساعدهم. هل هم بالعاده بيكونوا اخصائيين اكثر شيء؟ هلا الاخصائيين هم يجوا للاسف تشوف الجامعات ما بتطلعوا مثلا الطالب مخلص تغذيه ما عنده خبره وما عنده المعلومات الكافيه، فاحنا بناخذه من عندنا نطوره نعلمه نحكي له الشيء اللي لازم تطور حالك فيه. في عندنا عده اقسام، عندنا قسم المنشورات يبدا فيه بتعلم الاسس كم معرفه، بنعطيه كورسات دورات حتى يوصل مرحله تخطيط الحميات، فبعدين هون بيرحل على قسم الاستشارات والحميات. هناك بيتعلم كيف يخطط، كيف يتعامل مع الناس مع العملاء. اهم شيء لازم انه هو يتعلم كيف يعامل مع الناس، لانه بالاخير انت عم تتعامل مع نفسيه، هاي النفسيه ممكن تكون متحطمه من جوا. صحيح. فانت لازم بالضبط. نعم صح. فاحنا لازم نشجع هاي الشخص عشان يلتزم معك. اكيد ما راح يلتزم اذا انت مش دارس نحكي التخصص وعندك القدره انه انت تقدر القدره عشان التغذيه هي فن ومش فقط علم. صح. نعم. فانت لازم تتفنن انك تتعامل مع الناس. نعم. يعني ضياء نتحدث عن الفريق، انتم فريق المبادره عددكم كم وكيف كان هناك اقبال بمتطوعين اخصائيين تغذيه؟ بصراحه الاقبال كان كثير جميل. احنا لله الحمد المجتمع الاردني والمجتمعات العربيه عندهم فكر تطوع، لان هم عارفين انه التطوع يعني هذا الشيء نحكي من الجميل انه تعرف معنى العطاء والاجمل ان تعطي طبعاً. طبعا فهذا الشيء هم بحبوا انه يعطوا بيقدموا شيء من خلال المبادره. فمبادرتنا تطوع فيها اشخاص ذات كفاءات عاليه جدا. تواصلت مع اشخاص انهم من مصر من لبنان من الامارات، ضميت اشخاص كثير لانه من ضمن اختصاصي انا بعرف موضوع كيف انا بتواصل مع الناس، فضميتهم واقنعتهم حتى ينضموا معي بالرغم انهم دكاتره مخلصين يعني نحكي درجه عليا. دكتوراه. نعم. حلو. دكتوراه. طيب ضياء احكي لنا. نعم. عن البرامج المقدمه الموجوده داخل هالمبادره، يعني انت حكيت عن موضوع الصحه، موضوع الحميات، موضوع المشاريع واداره المشاريع، ايش في كمان برامج عم بتقدموها لهالاشخاص؟ هل احنا من خلال المبادره يا ستي عم نقدم عده امور، هي كلاتي هي زي الاستشارات البرامج نحكي ايضا انظمه متابعه، انه احنا نتابع العميل الشخص نفسه، بنعتبره عميل مش بنعتبره انه هو جاي لعنا كهيك عمل تطوع، لا بنعتبره عميل ونتابعه بشكل اسبوعي. حلو. وهون طبعا احنا هذا الشيء كله مجاني. بالضبط. احنا مجاني عم نقدم. يمكن انا بحكي لك للاسف ما في اي دعم كان، بس انا حبيت انه انا اساهم في وطني وفي في الوطن العربي بالذات انه انا اقدم شيء للمجتمعات العربيه. حلو. صحيح. نعم. جميل جدا. فممكن نحكي الشيء اللي دفعته شيء رمزي 3000 دينار بس، ولا شيء هو هذا الشيء مقابل الخدمه المجتمعيه. بالضبط. هي هاي. نعم. يعني ضياء يعطيك الف عافيه، وفي نهايه يمكن لقائنا حابين تعطينا نصيحه لكل الأشخاص اللي متابعنا، ونصيحة بدي أها تكون للأشخاص المبادرين اللي بيحبوا دائما يبادروا والأعمال التطوعية بشكل خاص، والأشخاص كمان بالنسبة للحميات الغذائية ضمن اختصاصك حابين نكسبك يعني، وكمان للأشخاص اللي بيحبوا ينضموا لهالمبادرة ويتطوعوا معك. هلا أنا بحكي للجميع إنه إحنا التطوع صار نحكي متطلب أو ممارسة تتطلب إنك تطوع فيها، لأنه التطوع هو منه لأجلنا. عند قيامك أي عمل تطوع لأن تعرف معنا الملل في كل ما في العالم، في هذا عالم التطوع هو تجربة مثيرة ونحكة جديدة بالنسبة لك، راح يكون ترتقي بك إلى آفاق واسعة. صحيح. نحكي كمان كون متطوعا يكون في اللي يكون وجودك في الحياة أجمل طبعا. نعم. وتكون عندك شوف العطاء دائما بيرجع، يعني احنا بنحكي احيانا اعطي وراح يرجع لك وراح يرد لك لو مش بنفس الطريقه، وقد ايه مجرد شعور انك عم تعطي طبعاً لمجتمعك وعم بتفيد اشخاص. صحيح. ممكن يثري نفسيتك ويعطيك ثقه بالنفس، وهذا شيء جميل جدا. صحيح. صحيح. ضياء كثير انبسطنا بتواجدك معنا، يعطيك العافيه. اعرف على اعضاء الفريق انه اكيد مجلهم تحيه. سلامنا لكل اعضاء الفريق اللي كانوا موجودين بهالمبادره. وتفضل بدك تحكي شيء. بس حاب انه من خلال المقطع التعريفي حاب انه يتعرف انه الناس بيتعرفوا على اعضاء الفريق من خلال المقطع اللي انا تقرير هو في فيديو او تقرير معانا.
تمام تمام. هلا بالنسبه للتقرير اول شيء احنا بنوجه تحيه اكيد لكل الاشخاص اللي ساهموا في هذه المبادره ولكل فريق بنوجه لهم تحيه. يمكن احنا صعب نعد اسمائهم ولكن احنا بنعرف قد ايه شعورهم او حتى محاولتهم للتطوع وإفادة المجتمع دائما بتثريهم وبتثري المجتمع بشكل عام. ففعلا جميل جدا. احنا دائما نحب العمل التطوعي ومركز عليه بيوم جديد انه نستضيف مبادرات راحة نفسية ابراهيم صراحة. يعني احنا كان بودنا ناخذ الفيديو معك ضياء بس مدته طويلة وبرنامجنا يعني احنا ما في مشكلة بالوقت. اكيد سلامنا لكل اعضاء الفريق بهالمبادرة، يعطيكم الف عافية وشكرا لك.